اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم حديث عراقي. مره اخرى تصل العمليه السياسيه التي اسسها المحتل الامريكي عام 2003 في العراق الى طريق مسدود، وبدلا من ان يعترف رعاة هذه العمليه ومن ينضون تحت مظلتها ومن يعملون لها ومن يحرسونها ومن هم اجراء فيها، بدلا من أن يعترفوا بالفشل والفساد والخراب الذي حل بالعراق بسببهم وبسبب هذه العملية السياسية التي أسست على المحاصصات الطائفية والقومية، بدلا من أن يعترفوا بذلك يمضون مرة أخرى إلى هدم أماكن كثيرة لكي يصلوا إلى طريق جديد، وهذا مستحيل. سيصلون إلى نفس النتيجة، إلى طريق مسدود. العملية السياسية قد انتهت بعد 20 سنة، هي من أول لحظة كانت جثة هامدة، لكنهم كانوا يتحدثون عن أنها يعني جسد حي وأنها تنبض بالحياة، لكن والكل يعرف وشعب العراق يعرف أنها جثة هامدة، كل مدخلاتها فساد وكل مخرجاتها فساد وخراب. الحقيقة الذي أوصلها إلى هذا الحد بعد 8 أشهر، نحو 8 أشهر من يعني ما يقرب من 8 أشهر من ما سمي بانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين أول الماضي، وتهديدات الكثيرة، وبعد فوز مقتدى الصدر ب 73، وقبل ذلك بمقاطعة الشعب العراقي، يعني 90% أكثر من 90% من الشعب العراقي قاطع هذه الانتخابات، لم يذهب إليها. لكن من ذهبوا من الأحزاب قالوا أنه مقتدى الصدر فاز ب 73 وهو الكتلة الأكبر وسيشكل الحكومة، والحكومة مثل ما يقول حكومة، يعني قال انه حكومة غالبية وطنية يجب ان نشكل، لان المحاصصة مثل ما قال ان المحاصصة دمرت العراق واشاعت الفساد والخراب في العراق، ويجب ان نذهب الى حكومة غالبية وطنية، لان جربنا المحاصصة ولم تفلح ووصلنا الى هذه النتيجة والعراق في اسوأ حالاته. طيب، وإذا به الصراع يكبر والطرف الآخر يشكلون ما يسمى بتشكيل من البيت الشيعي آخر في أحزاب وقوى أخرى، واتهموا الآخرين بأنهم يعني وخاصة السنة والأكراد بأنهم من يعملون على يعني تفتيت البيت الشيعي، هكذا تحدثوا. وصل بهم الحال إلى أن اتهموا الآخرين بأنهم عملاء لإسرائيل ويعملون أدلة لأمريكا ويخدمون مشروع أمريكي وهكذا، وكأنهم لم يأتوا تحت المظلة الأمريكية ولم تساعدهم أمريكا على استلام الحكم ولم تدعمهم لحد الآن طوال 20 سنة. هذه قضية أخرى. المهم، بعد كل هذا وصلنا إلى طريق مسدود، وإذا بمقتدى الصدر بعد أن كان يعد بحكومة أغلبية وطنية يأمر جماعته أعضاء البرلمان عددهم ربما 74 نائب بالانسحاب من البرلمان، تقديم استقالتهم وينسحبون من البرلمان، وروحوا أنتوا الباقين التنسيقية، هذا التشكيل من البيت الشيعي يسمي التنسيقية، شكلوا الحكومة. وبالتالي قال في خطابه اللي وجهه، قال انه هذه تضحية من اجل العراق والعراقيين. والحقيقة ان السؤال الذي يطرح نفسه، ما شكل هذه التضحية؟ اذا كان هو من قال انه هؤلاء التنسيقية وكل هذه القوى، هؤلاء يريدون ان يشكلوا حكومة محاصصة طائفية، وهذه الحكومة هي التي دمرت المحاصصات، هي التي دمرت العراق وأشاعة الفساد وأشاعة الخراب. طيب، عندما تقول أنه قدمت تضحية للعراق والعراقيين، وتضع الحكومة وتضع تشكيل الحكومة بيد من سيشكلون حكومة محاصصات طائفية وقومية، إذن ماذا فعلنا؟ وكأنك مثل ما يقال المثل يا أبو زيد ما غزيت.
هذا الوضع نفس الحال. الحقيقة وهؤلاء مباشرة استلموا الرسالة وقالوا سنشكل حكومة، هذه عبارة جديدة لم نسمعها من جديد، يعني لم نسمعها من قديم. هم تحدثوا عن حكومة وحدة وطنية، حكومة غالبية وطنية، حكومة وفاق وطني، حكومة نهب وطني، حكومة ملائكية مثل ما قال إبراهيم الجعفري. كلها سمعناها التسميات، لكن الآن اخترعوا اسم جديد، هي حكومة خدمة وطنية. الله أكبر، بعد 20 سنة شكلونا حكومة خدمة وطنية. شنو هاي الحكومة خدمة وطنية؟ لا أحد يدري، ويا نفس المحاصصة نفس المصيبة. الخزعلي خرج ومباشرة يعني استبق الأمور يتحدث عن التظاهرات. هم يعرفون أن الشعب الآن ثار ولا يقبلهم، وطلع بتشرين وقال يعني كلكم شلع قلع والقالها وياكم، يعني حتى بما في مقتدى الصدر هذا الذي يدعي أنه هو يمثل التظاهرات المهم ويمثل الإصلاح. وبالتالي من البداية قال أن التظاهرات هذه عطلت النهوض بالعراق وقطعت الطرق ووقفت، وحتى مشروعنا لتطوير الكهرباء أوقفتها هذه التظاهرات، وهذول المتظاهرين هم السبب في ما وصل إليه العراق من 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 حال. لاحظ الكذب ولاحظ التزوير، وإحنا ما نقبل بهذه التظاهرات. إذا من البداية هم يعرفون أن التظاهرات قادمة وأن الثورة قادمة، لذلك يستبقون الأمور بالحديث عن هذا الموضوع لكي يواجهوها بالنار والحديد هكذا هو هذا، وهذا ديدنهم. وفي نفس الوقت كثير منهم قياداتهم التنسيقية ظهروا، وعندما كانوا يسألون كيف تتحالفون مع من اتهمتموهم بأنهم عملاء لإسرائيل ومخربين وخربوا البيت الشيعي وعملاء لأمريكا وخدم وأجراء، كيف الآن يجب أن تتحالفوا معهم واقصدون السنة والأكراد جماعة البرزاني؟ أحدهم قال هناك مثل عراقي يقول من قلة الخيل شدوا على الشراب كلاب سروج، مع الأسف الشديد. يعني هكذا ينظرون إلى شركائهم كلاب وما لهم قيمة. والآخر قال إنه يعني مضطرين عليهم، شو نسوي يعني هم لا يسوون شيئا وعلينا نسوقهم سوق، هكذا قال. فبالتالي يعني هم ينظرون إلى شركاء من يدعون أنهم في شراكة مع الآخرين، هم ينظرون لهم إلى بهذا الشكل. طيب كيف سيكون عليه وضع العراق في ظل هذه الفكرة التي تسكن عقولهم، في ظل هذا الاجتثاث وهذه الرؤية القاصرة؟ ما هي شكل حكومة الخدمة الوطنية إذا كانوا هم ينظرون إلى شركائهم نفسهم؟ هم شركائهم ليسوا أحسن منهم حقيقة، هؤلاء كلهم مشتركين في هذا الخراب. يعني صناعة الفشل لا تنتج حلولا، وهذه الكل يقولها. المخربين لا يكونوا أدوات التخريب لا يمكن أن تكون أدوات للبناء، أدوات هدم. 20 سنة أدوات للهدم هذه الميليشيات وهذه الأحزاب، كيف يمكن أن تكون هذه الأحزاب والقوى والشخصيات والميليشيات أدوات للبناء؟ هذه كذبة كبيرة لا يمكن القبول بها. هؤلاء مجموعة من الفاشلين من الفاسدين من المخربين لا يمكن أن ينتجوا شيئا. العراق يحتاج إلى ثورة كبيرة وعميقة يعني ينهض بها العراق الآن، عراق الميليشيات، عراق الخراب والفوضى. الأحزاب هذه لم تنتج طوال 20 سنة سوى الفساد سوى الخراب سوى من أوصل العراق إلى الخراب إلى الدمار إلى كل هذه الصورة البائسة التي عليها العراق. هذه هي الأحزاب وهذه القوى وهذه العملية السياسية. فالتمسك بالعملية السياسية جزء من بقائهم على الكراسي وجزء من سيطرة إيران على العراق وبقاء العراق ضعيفا. هذه هي الحالة اللي موجودة في العراق الحقيقة، ولا ينهي هذه الحالة إلا الشعب العراقي، إلا خروج الشعب العراقي لكي ينهيها وينهي كل هذه القوى. من يدعي الإصلاح ومن يدعي غير الإصلاح كلهم في نفس المركب، وكلهم يريدون العملية السياسية تحافظ على مسارها وعلى قطارها على السكة، ليبقى العراق ضعيفا وتبقى إيران متغولة ويبقى العراق ذليلا منكسرا مسلوب الإرادة، لا سيادة ولا استقلال. هذا واقع الحال الحقيقة، وهذا شكل الوضع السياسي الآن في العراق في وضعه الحالي. هو وضع خطر، وضع ملتبس الأيام القادمة حبلى بأحداث ربما كبيرة جدا، لكن هذا وضع العراق، وهذا الوضع طبيعي جدا لما
حصل في العراق طوال 20 سنة. الوضع كان يدل، هذه المدخلات كانت ستدل أنها ستوصل العراق إلى هذا المستوى حقيقة. مع الأسف الشديد، ونتمنى للعراق السلامة، ونتمنى للعراقيين أهلنا السلامة، لكن الوضع بهذا الشكل الحقيقة. أترككم بخير أعزائي المشاهدين، وقت هذه الحلقة قد انتهى، ألتقيكم في حلقة أخرى، لذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.